اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، وهذه التغطيه الاخباريه المستمره مع حضراتكم على شاشه اكسترا نيوز. نخصص هذه التغطيه حول حصاد الحوار الوطني وجلساته وتوصياته خلال عام 2023. في هذه المهمه الوطنيه العظيمه فانني ادعوكم الى بذل الجهود لانجاحها. اقتحام المشكلات والقضايا وتحليلها وإيجاد الحلول والبدائل لها، مؤكدا دعمي المستمر لهذا الحوار وتهيئة كل السبل لإنجاحه وتفعيل مخرجاته. في إطار من الديمقراطية والممارسة السياسية الفعالة، أتطلع بنفسي إلى المشاركة في مراحله النهائية. بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء، شارك ممثلو جميع فئات المجتمع المصري على طاولة واحدة ضمن خطة الدولة للسير بخطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة من خلال الحوار الوطني الذي أسس بداية مرحلة جديدة شعارها مساحات مشتركة، الأمر الذي ساهم في خروج المشهد الانتخابي في صورة حضارية أبهرت العالم في ظل المشاركة الفعالة من جانب الشعب المصري، والذي اصطف على مدار 3 أيام أمام لجان الاقتراع للإدلاء بصوته في اختيار رئيس مصر القادم، وهي الحالة التي احتفت بها الأحزاب المصرية. توج هذا التفاعل الإيجابي بين القيادة السياسية والحوار الوطني بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي إحالة جميع مخرجات الحوار الوطني إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها بمثابة رد عملي على جميع المشككين في جدية الحوار، كما أنه يعكس حرص الرئيس على مشاركة الجميع في صناعة مستقبل مصر، كما أنه يأتي إيمانا بأن مصر وطن يتسع للجميع. وفي خطوة تعكس جدية القيادة السياسية على دعم الحياة السياسية المصرية ودعم مشاركة الأحزاب في صناعة مستقبل هذا الوطن، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في أول خطاب له عن استكمال الحوار الوطني بشكل أكثر فعالية وعملية. وللمزيد من التفاصيل والتحليل ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الأستاذ جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني. أستاذ جمال، بعد التحية دعنا نتحدث عن آخر ما تم الحديث عنه فيما يتعلق بالحوار الوطني وإعلان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد إعلان نتيجة الانتخابات عن ضرورة استكمال الحوار الوطني بشكل أكثر فعالية وعملية. يعني تحياتي لحضرتك ولكل الساده المشاهدين، كل سنه وكل المصريين بألف خير بمناسبه العام الجديد. في الحقيقه يوم 18 ديسمبر يوم اعلان النتيجه كان من بين الرسائل المهمه التي استوقفت الشارع المصري، وهو تاكيد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على استكمال الحوار الوطني، وهذا يعكس انه يعني الطبعه الاولى من الحوار الوطني حققت نجاحا وحققت يعني بصمات واضحه في الشارع المصري السياسي، انعكس على الانتخابات الرئاسيه. وبالتالي هنا كمان الرساله المهمه ايضا انه هذا الحوار منذ 26 ابريل في 2022، ومنذ ان اطلق السيد الرئيس هذه المبادره في اطار الاستراتيجيه، يلقى يعني دعما، وان هذا الدعم بتاكيد السيد الرئيس على استكمال الحوار، اذا نحن امام دعم متواصل ويعني ضمانه كبرى من السيد الرئيس من رأس الدولة على استمرار الحوار ودعم الحوار
يعني مواصلة يعني تطوير حتى يعني الجلسات الحوارية النقاشية الموضوعات. ولكن هنا الذي يستوقف الجميع هو الضمانة الكبرى للمرحلة الثانية من الحوار الوطني. وعندما تأتي الضمانة من السيد الرئيس فهي ضمانة كبرى يقدرها الجميع ويعمل من أجلها، وربما تدفع إلى مزيد من التفاؤل بأن يعني كل ما يقدمه الحوار الوطني تحت اهتمام. وبالتالي هنا يعني لو تحدثنا عن ما حدث خلال الفترات السابقة دي أو النسخة الأولى من الحوار الوطني أنا يعني طيب قبل أن نتحدث عما تم في الحوار الوطني، دعنا في البداية أو قبل الحديث عن هذه النقطة أن نوضح بشكل أكثر تفصيلا ارتباط الحوار الوطني بالانتخابات كيف كان؟ يعني هذا السؤال أحييك عليه، لأنه إحنا أمام مشهد واضح. إحنا الحوار الوطني شارك فيه ما لا يقل عن يعني من 84 ل 110 حزب، اللي هم ال 84 حزب مقننة أو ضحهم، وما بينهما وصولا ل 104 أحزاب تحت التقنين. لكن في النهاية كان كل هذه الأحزاب مشاركة في الحوار الوطني. الحوار الوطني خلينا نقول كده بشفافية ووضوح، خلق حالة سياسية لم تكن مسبوكة من قبل يعني على الإطلاق في تاريخ مصر الحديث. وأن هذه التجربة من الحوار تختلف بشكل حقيقي وواقعي عن كل التجارب التي حدثت في تاريخ مصر. ولما بنتكلم عن ده بنتكلم عن ده من دون مبالغة. ليه من دون مبالغة؟ لأنه واحد، احنا أمام نقاشات كانت مفتوحة على الجميع، كل الأطياف السياسية يعني، وأنا أحدثك على الهواء مباشرة دلوقتي والجميع يسمع، وبالتالي لا يمكن أن نقول كلام يعني مبالغ فيه على الإطلاق. كل الأطياف السياسية كانت مشاركة، كل الألوان السياسية مشاركة، كل تحدث يعني طبعا مع الحفاظ على قواعد الحديث منضبط اللي وضعها مجلس الأمناء من الأول وصار الثقافة، لكن الجميع تحدث من دون خطوط حمراء، لا أحد يصادر على رأي أحد، كل المشاركين جميعا كل من طلب الكلمة تحدث وأخذها. وبالتالي استطاع الحوار الوطني أن يخلق بيئة وثقافة حوارية وحالة حوار مفيدة وإيجابية. تعامل الجميع منذ إطلاق المبادرة وكل عناصر الحوار المشاركين من كل الألوان السياسية تعاملوا بصدق مع هذه المبادرة وبجدية، فاقتنع بها الشارع المصري بما فيه المشاركين في الجلسات العامة أو الجلسات الخاصة. وبالتالي هنا عندما تتلاقى المصداقية والاقتناع نجد أن وجدنا أننا أمام عمل جاد. طب هذا العمل الجاد عمل إيه؟ انعكس في الشارع، هذه الانعكاسات الإيجابية في الشارع وجدد الأمل وتعهد بالأمل أمام المصريين على أنه لا إحنا أمام مبادرة حقيقية ولازم تشارك وأنه لازم نيقن. وهذا هو السؤال التالي، فكرة الوعي والتي كثيرا ما يتحدث عنها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومنذ سنوات أن من ضمن الأمور الهامة جدا هو الوعي والتركيز على وعي المواطن. إن كان هناك وعي إذن هذا المواطن مدرك لما هو في صالحه ولما هو في طالحه، يعني يستطيع أن يختار الصالح من الطالح وأن يفرق بينهما. الحوار الوطني بالنسبة للشارع المصري إلى أي مدى أيضا استطاع أن يزيد حالة الوعي والتي انعكست بعد ذلك في الانتخابات؟ تمام، يعني كل ما ذكرناه يعني قاد يعني إلى رفع منسوب الوعي لدى المواطن، لأنه الوعي هنا يعني ارتفع لدى المواطن أو لدى المواطن المصري أو الناخب المصري، لأنه رأى أمامه أرقام حقيقية، رأى أمامه وجهات نظر حقيقية، رأى أمامه نقاشات حقيقية، رأى أمامه مساحة لخلق يعني لقاءات مشتركة ومساحات مشتركة
وحرص من كل مؤسسات الدولة ورأس الدولة على أنه الجميع يشارك في صناعة القرار. وبالتالي هنا الحقائق رفعت منسوب الوعي. منسوب الوعي انعكس أمام صناديق الاقتراع، أمام صناديق الاقتراع، لأنه الوعي هنا يعني لدى كل الأحزاب ولدى المتفقين، كل الأحزاب بثت لها سياسة. هنا نقدر نقول أنه في شبكة مصالح سياسية، كل الأحزاب لديها تولد لديها الطموح، لأنها أيقنت أن الفرصة موجودة ومتاحة، وبالتالي عندنا أمل أنه نشارك في، يبقى عندنا قاعدة جبهية كويسة نشارك بها في تحقيق الانتخابات المحليات. وإحنا رفعنا هذه التوصية وهذا القانون في مجلس الأمناء. بعد كده في عندنا مجلس التحقيق انتخابات مجلس النواب، تحقيقات مجلس الشيوخ. وبالتالي هنا يعني هو يسابق الزمن من أجل أن يجلس على مقعد من المقاعد السياسية التي ترسخ من وجوده في الشارع. وبالتالي اتبعنا ايه؟ انطلاقا من هذا الحوار شفنا ندوات ومؤتمرات ولقاءات وجولات سياسيه لكل الاحزاب والتحامات، وما عاشوه داخل الحوار نقلوه الى الشارع المصري، والشارع المصري عاش مع هذه الرساله. وبالتالي هنا يعني انعشت حاله الوعي لدى المصريين ولدى الشارع السياسي المصري. وده بدوره كان ليه ايه؟ ليه يعني انعكاسات وظلال امام اللجان وامام صناديق الاقتراع. ولانه هنا انت طول الوقت بترفع بتبقى حريص على رفع منسوب الوعي، وفي نفس الوقت تدي تفاؤل وامل وتدي تعهد على انه بالفعل الجميع لديه فرصه من اجل المشاركه السياسيه الحزبيه. وفكره ان الجميع كان لديه فرصه المشاركه، هذا أيضا من ضمن الأمور التي ساعدت وبشكل كبير وواضح في فهم الكثير من الأمور التي ربما كانت غير واضحة بالنسبة لبعض المواطنين أو بعض الأحزاب التي شاركت في الحوار الوطني. يعني دائما الحوار ما يفتح مجالات للحديث وللإيضاح. هذا الإيضاح والموضوعات والمناقشات التي تمت، أبرز الموضوعات اللي حضرتك شفت أن المناقشات كان فيها معلومات ربما كانت يعني لا يعلمها الكثير من الذين شاركوا في الحوار الوطني وعلموا بها داخل هذه المناقشات؟ يعني خليني أقول لحضرتك يعني بصراحة شديدة جدا، وفي يعني انطباع خلق منذ إطلاق المبادرة نفسها في إفطار الأسرة المصرية، منذ أن أطلق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المبادرة في إفطار الأسرة المصرية، وكانت هناك ملامح واضحة للصدق والجدية في التعامل مع المستقبل. هنا الصدق والجدية في التعامل مع المستقبل، وإنه هذه المبادرة ليست موجهة لفئة أو شريحة معينة أو 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 حزب أو أو قوة سياسية بعينها، ولكن موجهة لكل المصريين. وبالتالي هنا الإدراك منذ اللحظة الأولى يعني كان واضح والمعنى واضح. هذا المعنى انعكس على القائمين على صناعة الحوار، وبالتالي هنا انتقلت الصدقية والجدية، ولم يكن هناك سوى فتح النقاش العام يعني المجرد هو مصلحة. يعني اختلف في مجلس الأمناء مثلا، سبيل المثال في ناس من مختلف الأطياف السياسية والألوان السياسية من أقصى اليمين وأقصى اليسار وهكذا، لكن في النهاية بات هناك يعني منهج في التفكير ومنهج في التعامل، وهو أين تكمن المصلحة الوطنية، أين تكمن المصلحة العامة. وبالتالي تختلف تتفق، لكن تجمعك نقطة ارتكاز حول المصلحة العامة. وبالتالي هنا زي ما حضرتك ذكرت فكرة النقاش المفتوح، النقاش المفتوح كمان الصادق والجاد، لأنه هنا الهدف المرجو من الحوار هو المصلحة العامة. وبالتالي هنا إذا كانت النسخة الأولى من الحوار ناقشت موضوعات وخرجت لي، يعني على سبيل المثال أقول لحضرتك إنه إحنا عندنا ثلاث محاور، المحور السياسي والمحور الاقتصادي والمحور المجتمعي. إحنا بنتكلم في عندنا 19 لجنة الحوار، ولا يفوتني برضه التأكيد مع حضرتك على بعض الأرقام. يعني
الحوار كله يضم 44 مقرر ومقرر متاهل، 20 عضو في مجلس الأمناء، نتكلم عن 200 ساعة ساعة عمل للأمانة الفنية للحوار الوطني. والأمانة الفنية هنا يعني نفتح قوس كده ونعمل عنوان اسمه الشباب، شباب الأمانة. نعم. المستشار محمود فوزي. والشباب دائما ما أصبح لهم دور في كافة المجالات. طب قبل أن يدهمنا الوقت أستاذ جمال، سؤال لابد منه، هل النسخة الثانية من الحوار الوطني أو استئناف الحوار الوطني ربما يكون فيه بعض الاختلافات عما كان في الحوار الوطني في النسخة الأولى؟ يعني هل هناك تعديلات، هل هناك أمور مختلفة سيتم إدخالها على الحوار الوطني؟ أنا يعني يكفي أن أنا أقول لحضرتك أن الحوار النسخة الثانية من الحوار الوطني تتزامن مع مرحلة جني ثمار 9 سنوات ماضية، وبالتالي قطعا ستكون الطبعة الثانية من الحوار بنكهة مختلفة، ستكون يعني بمثابة توقيع على بياض مع مستقبل يحمل الكثير من الأمال ويحمل الكثير من المتغيرات والتغيرات التي يعني الإيجابية. أمثلة يا أستاذ جمال على هذا الأمر. يعني أنا أقول لحضرتك إحنا بنتكلم في يعني بعد التجربة الماضية من الحوار، من المؤكد أنها في موضوعات سيعاد النظر فيها وسيتم البناء عليها وسيتم قطف ثمار النقاش الذي حدث، سواء المتعلق على سبيل المثال بلجنة المحليات، وإحنا يعني قانون المجالس الشعبية المحلية والتوافق الحوار الوطني ولجان ومجلس أمناء على التوصيات وتم رفعها للسيد الرئيس، أيضا لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وأنا بقول لحضرتك سريعا كده بعض لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة. إحنا بنتكلم عن حتى في التوصية الخاصة والمهمة بإصدار تشريع لإنشاء مفوضية مناهضة التمييز على سبيل المثال. أيضا عندما نتحدث عن لجنة وهو أمر مهم جدا لما له من تأثير في الشارع، النقابات والعمل الأهلي، وأيضا عندما نتحدث عن 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 حتى في معظم التشريعات المتعلقة بهذه الأمور في المحور الاقتصادي لجنة الاستثمار، وهذا الملف ملف مهم جدا وأخذ الكثير من الساعات المحور الاقتصادي ساعات نقاشية، إنه الملف الاقتصادي يحظى باهتمام كبير جدا في هذه الفترة ليس فقط في مصر بل على مستوى العالم. بالتالي يعني ستكون هناك اهتمامات بالمحور الاقتصادي بما فيه من لجنة استثمار، من زراعة، من صناعة، لجنة السياحة، أيضا وصولا إلى المحور المجتمعي. احنا بنتكلم عن قضايا في المحور المجتمعي تمس عصب الشارع وتمس عصب المجتمع، تتعلق بالأسرة والتماسك المجتمعي، تتعلق سيبقى دائما من المهم أن يكون مستمر النقاشات في الحوار الوطني، لأن الموضوعات التي تستحق المناقشة هي لا تنتهي، فلابد من مناقشتها حتى يتم الوصول إلى حلول فيها. أستاذ جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، جزيل الشكر حضرتك على هذه المداخلة. يعد الحوار الوطني منصة تكتسب ثقة التيارات السياسية المختلفة ليكون المعبر أو المعبر عن خططهم وبرامجهم ومقترحاتهم لمواجهة التحديات في القضايا المختلفة. التقت خلال الحوار مختلف الأطياف الحزبية والمجتمعية وكافة التيارات على مائدة واحدة بهدف ترتيب الأولويات الوطنية بمزيد من المساحات المشتركة والتوافق.
وينضم إلينا أيضا عبر الهاتف مشاهدي الكرام الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد. دكتور هشام بعد التحية، من المؤكد أن هناك عدد من القضايا والموضوعات حضرتك رئيس حزب وحزب المستقلين الجدد يعني تتمنى أن يتم استئناف الحوار الوطني مرة أخرى حتى تعود المناقشة فيما يتعلق بهذه الموضوعات أو القضايا. حدثنا عن أبرز القضايا التي تريد أن تتم مناقشتها في المرحلة القادمة. خلينا نتفق ان احنا لازم نشيد بقرار السيد الرئيس، هو الاعلان عن فوزه بالانتخابات الرئاسيه، انه اكد على ان الحوار الوطني مستمر وانه سيستمر في الفتره القادمه لاستكمال ما بدا من شهر من حوالي عام ونصف في وضع اولويات للعمل الوطني في المرحله القادمه، وبالتالي دي دفعه جديده يدفعها الرئيس للحياه السياسيه والحوار الوطني منذ بدا ودعوة السيد الرئيس لكل القوى السياسية للمشاركة في هذا الحوار للاصطفاف الوطني ووضع أجندة عمل في المرحلة القادمة، وبالتالي الحوار الوطني أعتقد أنه أنجز كثيرا من القضايا، إلا أن هناك كثيرا من القضايا لم يتم حسمها وأخرى لم يتم مناقشتها، حيث تم طرح 113 قضية. أعتقد هي كانت معظم القضايا اللي كانت تمس المواطن المصري في الملفات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. أعتقد أنه في الملف السياسي كان هناك اتفاق على بعض القضايا وهناك خلاف على البعض الآخر، منها قانون الأحزاب. أعتقد أن كانت هناك بنود شائكة لم يتم حسمها، ومثل موضوع تمويل الأحزاب إلى آخره، وهل هناك رغبة في تعديل قانون الأحزاب أو الرغبة في دمجها. أعتقد أنها نقاط حوارية كثيرة ولم يتم حسم هذا الأمر، ولكن الكل كان يحتاج إلى تعديل. دكتور هشام، دكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد، اتفضل يا فندم. كان هناك مشكلة في الصوت إلى حد ما، لكنها عاد مرة أخرى. قانون مباشرة الحوية السياسية، أعتقد أن كان هناك اتفاق على تعديل البنود الخاصة بالترشح. هناك القانون اللي كل منتظر هو قانون مجلسي الشيوخ والنواب والنظام الانتخابي، وأعتقد أنه انتهى الحوار الوطني برفع تصفيات الحوار الوطني إلى السيد الرئيس، كما هو أن هناك قسام حول نظام القائمة، هل تكون قائمة نسبية أم قائمة مغلقة مطلقة كما هي، وتم رفع مذكرة للسيد الرئيس لإعمال شؤون طبقا للقانون والدستور والشق التنفيذي والتشريعي الموجود. هناك قضايا عدة كانت في الملف السياسي، الكل ينتظر، وخاصة قانون المحليات اللي أعتقد أنه الكثير والكثير طلبوا بإنجازه، حيث أنه يعتبر من الأولويات الهامة في المرحلة القادمة. وأعتقد أن الحوار الوطني هيكون له دور كبير في حسم هذا الأمر. نعم. اللي تنتظره كل القوى السياسية. هذه بعض القضايا التي من المفترض أن يتم استكمال الحديث عنها أو المناقشة فيما يتعلق بها، لكن دعنا نتحدث عن أبرز ما تم إحرازه في النسخة الأولى من الحوار الوطني، لأنه بالفعل قام بالكثير أيضا من الإنجازات. خلينا نتفق على أنه الحوار الوطني خلق حالة زي ما بقول هناك فوائد عامة وخاصة بالقوى التي شاركت، وحالة عامة خلقها وهي حالة اصطفاف وطن حقيقي، وأن كل القوى السياسية أيا كان لون الطيف السياسي اشتركة، ولم تسجل قوى سياسية واحدة أو حزب واحد أنه رفض الحوار، وده خلق حالة من الاصطفاف الوطني لم يكن موجودا. ده أولا. رقم اثنين، أن الحوار الوطني قام بدوره ولم يترك قضية إلا وتكلم عنها، منها طبعا الاتفاق على قانون الأسرة والاتفاق على والتوافق على كثيرا من القوانين زي المجلس الوطني للتدريب والتعليم، ثم دوره في موضوع قضية السودان إلى آخره. أعتقد أن الحوار الوطني قام بدوره على أكمل وجه، وأن هناك كثيرا من القضايا حصل اتفاق عليها، مثل ورقة العمل الخاصة بملف الصحة، ورقة العمل الخاصة بملف التعليم، كثيرا من القضايا تقول
موضوع الملفات الاقتصادية اللي تم طرحها، وأعتقد أن الحاجات المهمة جدا أن ما طلب به السيد الرئيس من الحوار الوطني طرح كل الأسئلة الخاصة بالملف الاقتصادي على المؤتمر الاقتصادي، وأعتقد أن ده وضعت حلول كثيرة لكثير من الأمور المتعلقة، ولا سيما أن الملف الاقتصادي احتل النسبة الأكبر في التساؤلات التي طرحت في الحوار. وده يمكن كانت مفاجأة للجميع أن الملف الاقتصادي والاجتماعي حاز على اهتمام كثيرا من المواطنين المصريين، وبالتالي هناك ورقة عمل الحوار الوطني أعتقد نجح في مناقشة الكثير والكثير من القضايا، ولكن يبقى نعم نقول مشوار طويل لاستكمال ما بدأوا لحسم الملفات التي لم يتم حسمها مناقشة باقي القضايا. نعم. لأنه ما تم الإعلان عنه يتم مناقشة حوالي 62 قضية، وتبقى تقريبا نصف القضايا الخاصة بالمواطن المصري. نعم. طيب دكتور هشام، عندما تحدث سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أول خطاب له بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، كان من أبرز الأمور التي لفتت انتباه الجميع هو استكمال الحوار الوطني مرة أخرى. دلالة هذا الأمر، كيف شعرت كمشارك في هذا الحوار؟ متعارف عليه عندما يكون هناك خطاب ما بعد إعلان النتيجة والفوز، كل ما يأتي في كل فقرة من هذا الخطاب بيعتبر خط استراتيجي ورؤية استراتيجية للمرحلة المقبلة. وبالتالي عندما يصر السيد الرئيس ويؤكد على أن حالة الحوار الوطني مستمرة وسيتم استكماله، ده معناه أنه خيار استراتيجي، وله دلالة كبيرة بأن حالة الحراك الديمقراطي والتحول الديمقراطي ليست أقوالا بل أفعالا، ليست فقط للمناقشات لكن للتنفيذ، يعني تم تنفيذ البعض منها ومنتظر أن يتم تنفيذ أيضا المزيد. هو استكمال ما بدأه السيد الرئيس، والرئيس وعد من بداية الحوار أن كل ما سينتهي إليه الحوار من توصيات ستكون قيد التنفيذ، وكله هياخد طريقه التنفيذي والتشريعي طبقا للسلطات المقررة للسيد الرئيس قانونيا ودستوريا، وده أعلنه أكثر من مرة. ودفع الرئيس للحوار الوطني عندما وافق على طرح موضوع الإشراف القضائي وقاضي على كل صندوق في الاستحقاقات الدستورية، أعتقد كان هناك دفعة كبيرة. ولما يجي السيد الرئيس يتفوض إعلان عن نتيجة يؤكد على أن حالة الحوار الوطني مستمرة، ده خيار استراتيجي لا تراجع عنه، ويؤكد إصرار الدولة والسيد الرئيس على استمرار ما تم بدءه، وهو حراك نحو التحول الديمقراطي الكامل، حراك نحو التعددية السياسية، حراك نحو مزيدا من دفعة كبيرة للحياة السياسية المصرية اللي أعتقد كلنا شاهدناها في الانتخابات الرئاسية، كلنا شاهدناها في الموقف الرسمي والشعبي والبرلماني خلف القيادة السياسية في قضية غزة. أعتقد أنه الرئيس عندما يعد الثالث يؤكد أن لا تراضوا عن الحوار الوطني، لا تراضوا عن التحول الديمقراطي. نعم. ومدى الاهتمام والتقدير للحوار الوطني دكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد، جزيل الشكر لحضرتك على هذه المداخلة.
وينضم إلينا أيضا مشاهدي الكرام عبر الهاتف الأستاذ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي. أستاذ ناجي بعد التحية، نتحدث الآن عن حصاد الحوار الوطني 2023، وبعد ذلك سنتحول إلى ما هو متوقع في المرحلة القادمة، لكن في البداية وبعد التحية دعنا نتحدث عن هذا الحصاد، كيف شهدت وكيف رصدت؟ إليك الكلمة. لا طبعا اهلا وسهلا بك استاذ دعاء. يعني هو الحوار الوطني كان هو ده قبله الحياه بالنسبه للحياه السياسيه والحياه الحزبيه المصريه، وكان اعظم تدشين للانتخابات الرئاسيه، كان هو التجهيز الحقيقي للاحزاب السياسيه، ودورها العظيم الذي ادته في الانتخابات الرئاسيه كانت مدخل الحوار الوطني. بدات الاحزاب السياسيه جاهزه تماما، استخدمت على مدى 18 شهر، ناقشت في كل القضايا، اتصلت بقواعدها الجمهوريه بعد فتره السكون كانت طويله امتدت لسنوات. وبالتالي الحوار الوطني ما اداه من تحريك الحياه العامه، من ما اداه من توسيع المجال العام، كان له اعظم تاثير في السنه الاخيره التي مرت بالوطن، وكان له اعظم تاثير ايضا في ذلك الاقبال الكثيف اللي شاهدناه على لجان الاقتراع من الشباب والفتيات والمراه والرجال والشيوخ وكل طوائف الوطن. هذه نسبة غير مسبوقة، أعتقد أنها كان أحد أهم المحركات لها، قام دفع لها هو هذا الحوار الوطني، ومنحه من ثقة لدى النخبة المصرية ولدى الشعب المصري وخاصة الشباب والفتيات. الحوار الوطني أدى دور أكثر مرعب بجانب هذا الدور العظيم اللي هو كان تحريك الحياة العامة المصرية والحياة الحزبية المصرية وفتح المجال العام، وكان أيضا حصل فيه حوارات عديدة مقلتها الشاشات المختلفة ومنها أكثر نيوز وأكثر لايف، فكانت دي يعني مناخ جديد وجد المواطن المصري فيه كل الأفكار والآراء والمذاهب الفكرية من مختلف الأحزاب السياسية كلها يعني تنافس معا او استمر معا في جلسات حول الوطن في محاوره الثلاثه السياسيه والفرديه والمجتمعيه. وبالتالي ده اعظم انجاز تم. ثاني انجاز بقى ان احنا ان الرئيس صدق مع شعبه. الرئيس وعد ان كل مخرجات الحوار الوطني تاخد طريقه يا اما تبقى في العدالات التشريعيه او القرارات التنفيذيه. وقد حدث فعلا بهذا وكان عدد مناخ الثقه وعدد ايضا اقبال الجماهير لكي يكون اختيارهم لهذا الرجل الذي فتح المجال العام واداح لكل الاحزاب السياسيه بدون خطوط حمراء وبدون اقصاء احد ان يشاركوا في بناء الوطن في المجالات المختلفه. ثاني حاجه ان الرئيس في اثناء الحوار الوطني نفسه احال للحوار الوطني قوانين جديده، مشروعات قوانين جديده الرئيس حب قبل ما يحلها لمجلس النواب انه يحل الحوار الوطني لكي يدلو بدلوه. فعلا دخلنا فيها تعديلات مثل انشاء مجلس اعلى للتعليم والتدريب، اخذ منشورات ومناقشات كثيره. في الاول الرئيس يعني تاجيلا للحوار الوطني وثقه منه احاله قبل احاله الى مجلس النواب الى الحوار الوطني، واحنا توقعنا فيه وقطعنا فيه في الحوار الوطني جلسات كثيره وفي اللي انا شخصيا فيها وجهات نظر مختلفه جدا، ولكنها كانت تتفق مع روح القانون التي ارسلها الرئيس من اجل ان تكون مخرجات التعليم في الجامعي وقبل الجامعي تخدم على هدفنا من ان يكون لدينا عامل ماهر حر ان تستخدمه في الداخل، وايضا من الممكن ان يكون يعني مصدر لنا في الخارج لنا بعد ذلك عمله صعبه. ده كان ثقه الرئيس في الحوار الوطني. ثالث حاجه ان احنا في الحوار الوطني ناقشنا قضايا كثيره جدا بكل حريه وخاصه في الميال الاقتصادي في المحور الاقتصادي، يعني لما تحدثنا عن الدين العام وازاي نعالجه، وتحدثنا عن صندوق النقد الدولي وانه يجب ان يكون يعني نتعامل معه بحذر ونخفض التعامل معاه، كان الاستجابه من الرئيس مباشره في مؤتمر وطني للشباب او على الهواء مباشره عندما اعلن تماما ان هذا بيهدد الامن القومي للبلاد، فان احنا سنخفض التعامل معاه حتى نرى امر ثاني. يعني مسائل كثيره. طيب الاحزاب كيف استفادت ايضا من الحوار الوطني؟ يعني انعكاس الحوار الوطني على الاحزاب المصريه بشكل عام كيف تبعته؟ يعني نمرة واحد القضية 113 اللي هي اتفق عليها مجلس الأمناء دي كلها راحت للأحزاب السياسية.
الأحزاب السياسية يجب أنها تبدو بدلوها في هذه القضية 13 فكانت بقى هذا ما معناه إيه؟ أن كل اللجان النوعية في الأحزاب السياسية اشتغلت وبقت بؤر يعني تعمل تصل الجيل بالنهار سواء كان مركزيا أو حتى محليا من أجل أن يتورن لكل حزب رؤيته في 2013 قضية. أنا على سبيل المثال حزب الجيل الديمقراطي فأنا أحد الأحزاب السياسية اللي شاركت بإيجابية في الحوار، عملت ملف لكل 100 لكل قضية من 113 وأصبح ده برنامج جديد لحزب الجيل يكون على برنامجي صدر في سنة 2000. فبرنامج الجديد اللي هو أساسا بقى منغمس في المشاكل وكيف تحلها كان بناء على إن إحنا يعني ترى أنا اجتهدنا ولجان النوعية اشتغلت وعملنا رؤى في كل قضية من هذه القضايا 113 وبعد جاية لدي برنامج جديد مجموع لهذه الرؤى. وبذلك عندما حتى نزلنا إلى المحافظات لكي نطرح قضايا الحوار على اللجان الحزبية حركت الأحزاب كلها، وبالتالي الأحزاب السياسية استفادت إنها تحركت من مرحلة السكون التي تعيش فيه على مدى سنوات إلى مرحلة حركة نشطة، ولكنها حركة نشطة مصحوبة بالرؤية الوطنية وبالحماس الوطني. أنا أقول لحضرتك بداية كلمتي إن كان هذا الحوار هو كان قمة الحياة بالنسبة للأحزاب السياسية. الأحزاب السياسية وجدت نفسها في الحوار الوطني تتحدث تحت في اللجان المختلفة الفضائيات والقنوات تنقل كلمة ممثليها مباشرة، حوار بينها وبين الأحزاب الأخرى داعي الحوار الوطني، ودي كنا فاقدينه. يعني كان حتى الحياة السياسية ما كانش في حوارات بين الأحزاب وبعضها البعض، هذا الحوار بين الأحزاب السياسية وبعضها البعض بمختلف رؤاها ومشاربها الفكرية حصل في الحوار الوطني. وكانت البداية نحن في الحوار الوطني بدأنا مختلفين وانتهينا متفقين، يعني بدأنا كلنا متربصين ببعض. بعد مرور أسابيع من الحوار الوطني أصبحنا جميعا متقاربين وكأننا قد يكون هناك قضايا برغم ان في اول وهله تحس ان دي القضايا يعني هذا الحزب وذاك الحزب مختلفين اختلافا ايديولوجيا فيها، ولكن باستمرار الحوار وبنهج الحوار اللي احنا حاطينه في اللي الرئيس حاطه لا يفسد الحوار للوطن القضيه اتكلمنا مع بعضنا واصبحنا وانا تقريبا متشابهه بما ممكن في بعضها لا تتطابق. يعني في مساله الاحزاب في مساله المحور السياسي في مساله كل الاحزاب السياسيه تقريبا اتفقنا جميعا على ما نحتاجه فيها في موضوع قانون الانتخابات، ورغم ان دي قضيه شائكه لما كانت محل خلافات كثيره جدا تحدثنا فيها في الحوار الوطني واقتربنا من بعض وصلنا الى المده ان يكون هناك القانون عباره عن ثلاث حلول، منها القائمه النسبيه، منها القائمه المطلقه، منها الخلط بين الاثنين والخلط بين المنظومه الفردي. المهم ان فضيله الحوار في الحوار الوطني جعلتنا نقترب من بعض ولا احد فينا يتمسك قرب من وجهات النظر وفتح مساحة للحوارات والنقاشات وجعل هناك فرصة حتى يستمع كل إلى الآخر. صحيح. نعم أستاذ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، جزيل الشكر لحضرتك على هذه المداخلة، جزيل الشكر.
وبهذا مشاهدي الكرام نصل مع حضراتكم لختام هذه التغطية بالنسبة لهذه الساعة. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.